الكويت كلها تتشكر منكم على كاس العالم. وين يقول بالنرويج وحركات الدول خلاص يا ربع مونديالين، فنبي نعرف نبي الفايب عاليه. الدعم والقوه لنا لهذا المنتخب هو الجمهور الكويتي. نتمنى باذن الله الدعم من كل الجهات، الدعم من كل الكويت لهالابطال اللي شرفونا اليوم. انا اقول لكم باسم الكويت شكرا لكم كلكم. نعم قول وفعل الكويت كلها حابة الروح اللي انتوا فيها، فشو تقول للجمهور؟ مثل ما انت عارف احنا هني عندنا هدف اساسي اللي هو الذهاب الى كاس العالم، الحمد لله قدرنا ناخذ هذا الهدف. الهدف الثاني ان شاء الله ما خلص لي الحين موجود، اللي هو نحقق ميداليه. تاهلتوا الى كاس العالم هذا الشيء الاهم، الشيء الثالث ان انتوا باذن الله عندكم ميداليه وان شاء الله انكم تقدرون تحققونها. قول لي. قدمنا اللي علينا، كان ودنا ان نفرح الكويت، نشكر الجماهير اللي ما قصرت يد وساندتنا، ونشكر الغبس على حضورك. العبود واجب، هذا واجب، ان شاء الله القادم افضل باذن الله. ما شاء الله وفقكم باذن الله نرجع بالميداليه باذن الله. احنا يمكن تكلمت وياك عبد الله، انا من الصين، احنا هدفنا في هذه البطوله التاهل لكاس العالم، تحقق هذا الهدف. مباراه اليوم مباراه كانت وايد صعبه، ونبي نستانس ما يخالف. هذه المباراه خسرناها باذن الله، وراكم ميداليه ولازم نحققها. كل اللي بيلعب باسم الكويت والله انه قاعد يلعب بروحه، وهذا اهم شيء، الروح عندنا ما تنتهي. ناخذ الميداليه ونرجع للكويت، وشكرا. شكرا يا شباب.